ويلقي نام صادقا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو عنا. نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارض وعف بے شک شفا آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ. آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. شفا آپ ہی کی شفا ہے. اے اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. آمین. اللہم انت رب الناس اذهب البأس واشفِ انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آمين. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارا اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ دواخانوں کے عذاب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. مولا دواخانوں کے عذاب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ دواخانوں کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما. اے اللہ موت کے وقت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. سکرات الموت میں آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ آسانی اور ایمان کے ساتھ ہماری رخصتی کا انتظام فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پل صراط پر آسانی سے بجلی کی طرح گزار دے. اے اللہ جنت الفردوس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولا جگہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب سے نصیب فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
العالمين.